ان في فنانين بيشوفوا ان هم ما يدخلوش سكه ان هو يتعمل عمل جريء او مشاهد جريئه علشان ما يضروش مثلا مسيرتهم او ما يشوفوش الجمهور ينتقدهم او هم اصلا من جواهم عندهم قناعه ان هو انا ما اعملش ده. انت مثلا لو تعرض عليك حاجه هي قيمه وكل حاجه عمل متكامل درامي متكامل او سينما بس فيها مثلا مشاهد جريئه انت بالنسبه لك طالما هي في السياق العمل وهتوصل رساله برضو هتعملها حتى لو مش في السياق هعملها. لا لا انا لا انا احب يعني العمل بحكم عليه كعمل. كنت هقول لك احب المشاهد الجريئه قوي. احنا هنطلع من الندوه دي. لا انا بحب العمل. انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها ان انا اختار ايه نوع المشاهد اللي اعملها وايه المشاهد اللي لا. يعني مفيش حاجه اسمها كده. ده زي بالظبط زي ما قلت لك لو جبنا طباخ يقول لك لا انا بطبخ بس النشويات البروتينات دي ما بقربش منها. لا المشاهد ما لا تصنف. هي فكرتها في كيفيه تقديمها. انت ممكن تقدم فيلم الراقصه والسياسي مثلا كان بيتكلم عن راقصه ولكن مقدمها بشكل في غايه الاحترام والفيلم من احلى الافلام وعظيم جدا. ممكن فيلم تاني يقدم الرقص الشرقي بشكل فيه ايحاءات وفيه حاجات ويخاطب الغرائز هنا هيسيء للرقص الشرقي وهيسيء للعمل نفسه.